بسم الله الرحمن الرحيم. أن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بعد القرار الذي صدر من محافظة السماوة وعن لسان ممثلها السيد حميد الياسري لمحاربة الفساد الذي نهش جسد تلك المحافظة والمحافظات الأخرى والمحاصصة المقيتة داخل دوائرها الحكومية لسنوات طوال، إذ إننا اليوم أحرار محافظة واسط نقف داعمين ومؤيدين له لجميع خطواته في دفع وردع الفساد عن محافظتهم، كما ونحذر أي جهة تحاول أن تطال السيد ومن معه بأي سوء أو أذى، حينها سيكون الرد قاسي لو حصل ذلك. وما التوفيق إلا من عند الله. عاش العراق! عاش العراق! عاش العراق! عاش العراق! عاش العراق! عاش العراق!